أبي يعلى رضي الله عنه. القاضي أبي يعلى الحقيقة له مكانة كبيرة، وكان له هيبة كبيرة، وكان له دور عظيم جدا في المذهب. وبلا شك بلا شك القاضي، اسم القاضي أبي يعلى وأثره في المذهب كان أكبر من نحو أثر الحسن بن حامد. طبعا كان طبعا الحسن بن حامد هو الشيخ الأهم للقاضي أبي يعلى، وهو الذي أخذ عنه المذهب، لكن أثر القاضي في المذهب كان أكبر من أثر الحسن بن حامد، وتردد اسم القاضي في المذهب كان أكبر من تردد اسم الحسن بن حامد. أيضا من ضمن الأمور التي بلا شك يمكن أن يعول عليها في نسبة هذا المسلك للقاضي أبي يعلى، هو اكتمال الطرح الكلامي عند القاضي إلى حد ما اعتمادا على البناء الأشعري. فبخلاف يعني واضح أن الطرح الكلامي قبل القاضي كان يعني إيه أقل اكتمالا، لكن إحنا مثلا لما ننظر مثلا في مختصر المعتمد للقاضي أبي يعلى نجد طرحا كلاميا متكاملا إلى حد كبير، وفي صورة متطورة يعني موافق للتطور الذي أحدثه القاضي الباقلاني في المذهب الأشعري. يعني المذهب الأشعري يعني خطى خطوة ونقلة كبيرة عند القاضي الباقلاني من جهة منهجية المنظومة الفكرية والتأصيل لها وزيادة بعض الأدوات المعرفية والكلامية عليها. فالمنظومة الكلامية الأشعرية عند القاضي في زمن القاضي وعلى يد القاضي تطورت، والقاضي أبو يعلى استفاد من هذا التطور وبنى عليه واقتبس منه كثيرا. فبالتالي الطرح الكلامي للقاضي أبو يعلى كان أكثر اكتمالا وأكثر تطورا وأكثر نضوجا من الطرح الكلامي الموجود عند سابقه، وبالتالي كان أكثر قربا من الأشعرية، وكان كان فيه يعني كان فيه مقولات أشعرية وميل للمقولات الأشعرية أكثر من الموجود عن السابقين، يعني لنفس الأسباب. وده أيضا ممكن يكون من السبب يعني من أسبابه إيه من أسباب حتى من أسباب ال من أسباب نسبة هذه الطريقة ونسبة ذلك الاتجاه للقاضي أبي يعلى. ويعني مما يؤكد هذه الفكرة أو يتعلق بهذه الفكرة، وهي فكرة هذه الفئة الجديدة التي تريد أن تطلع على المنظومة الكلامية الأشعرية وأن تقتبس من المنظومة الكلامية الأشعرية وأن تتقنها لتعيد صناعتها مرة أخرى في صورة كلام حنبلي وفي صورة منظومة كلامية حنبلية تنتصر للأقوال الحنبلية التي تخالف الطريقة الأشعرية، ما رواه ابن عساكر الحافظ ابن عساكر في تبيين كاذب المفتري يقول: وسمعت ببغداد من يحكي أن أبا يعلى بن الفراء وأبا محمد التميمي شيخي الحنابلة كان يقرآن على أبي محمد بن اللبان الأصول. مقصود بها أصول الإيه؟ الأصول الكلامية، المراد به الكلام أو الاعتقاد يعني. كان يقرآن على أبي محمد بن اللبان. طبعا أبي محمد بن اللبان من شيوخ الأشعرية الكبار، من شيوخ الأشعرية الكبار من طبقة القاضي الباقلاني وابن فورك. فيقول: كان يقرآن على أبي محمد بن اللبان الأصول في داره، وكل واحد منهما يخفي ذلك عن صاحبه، فاجتمع يوما في دهليزه، في دهليز ابن اللبان، فقال أحدهما لصاحبه: ما جاء بك؟ فقال: الذي جاء بك، والله اللي جابك جابني. فقال: اكتم علي وأكتم عليك. كل واحد يعني إيه يكتم على التاني، محدش يقول وينشر إن إحنا إيه بنأتي عند ذلك الرجل نقرأ عليه. واتفق على ألا يعود إليه بعد ذلك خوفا أن يطلع عوامهم على حالهما في القراءة عليه. طبعا هذا الأثر لا يثبت يعني، يعني هو وسمعته في بغداد، هذا ليس إيه يعني هذا ليس له أي قيمة من جهة الثبوت، لكن مع ذلك هو غير مستبعد، هو غير مستبعد. وتأثر القاضي وتأثر التميمي بمقالات الأشعرية خاصة الباقلاني في غير مسائل الخلاف الشديد لا يخفى، واضح جدا يعني مثلا انظر في مختصر المعتمد، واضح جدا الاقتباس من كلام الباقلاني
فبلا شك هو اطلع على كتب الباقلاني وتأثر بها ونقل منها، ولا يستبعد ان هم اطلعوا على مقالات وعلى دروس واتصلوا بهذه هذا الاتجاه، يعني اتصل بغير القاضي الباقلاني. فبالتالي هذا غير مستحيل، يعني غير مستبعد تماما، ممكن وارد جدا. وطبعا هذا ليس فيه إساءة لهما، يعني رغبة القاضي أبو يعلى في إن هو، أو رغبة هذا الاتجاه في إن هو يصنع منظومة كلامية حنبلية، وإنه يعتمد في هذه المنظومة على بعض مقالات الأشعرية أو على الجهود الأشعرية الموجودة بالفعل في الناحية الكلامية، هذا ليس فيه إساءة، هذا ليس فيه إساءة. ولو كان فيه إساءة له أو لهذا الاتجاه، فهذه الإساءة تلحق الأشعرية أيضا، لأن الأشعرية إنما أخذوا هذا عن ألد أعدائهم المعتزلة. والمعتزلة نفسهم يعني لما بيحبوا يشنعوا على الأشعرية يذكرون ذلك، إن هم أنتوا أفراخ أفراخ لنا يعني، وإن أنتوا إنما أخذتم هذا عنا وتعلمتموه منا، يعني إيه جايين دلوقتي تنكروا أنتوا على أساتذتكم وعلى شيوخكم. فهذا مشهور ولا ينكر، هذا مشهور لا ينكر. والمعتزلة نفسهم يعني المعتزلة نفسهم إنما أخذوا ذلك عن الجهمية وعن أصحاب الميل الكفرية من المتفلسفة يعني. فبالتالي يعني إيه، يعني أي حد هيشنع على صاحبه أو على مخالفه في هذا الباب، التشنيع راجع إيه؟ راجع عليه إلى حد الخروج عن إيه؟ عن أهل الإسلام خالص يعني. يعني في الآخر الاقتباس واصل إلى الإيه؟ إلى سلسلة خارجة عن إيه؟ عن المسلمين أصلا. ولذلك